او ماي جاد اللافاشاك. فاينلي لقيت اللافاشاك. اللي ما بيعرف اللافاشاك كتير ترندي اخر فتره، كل الفور يو بيج تبعيتي عن هيدا الشيء، لبشت بكل لبنان وما كنت لاقي منه، فاينلي لقيت منه. فيلا لنجربها لانه حتكون خبص. هيدا اللافاشاك معموله من دبس الرمان، والرمان شيء اسمه قمر الدين شيء هيك. او ماي جاد، يلا نشوف. اوف ذاتس ريلي جود. ما حعرف اشرح لكم طعمه، بس اتس فيري سويت فيري ساور بذات الوقت، طعمه حامض على سويت على اتس سو جود. هي صار لها زمان موجوده بس انه هلا انتشرت على تيك توك، بتعرفوا كل شيء تيك توك ترندز بدنا نجربه. اي لاف ات، كثير طيبه بس ديفنتلي حط له ايديكم. وهلا نحن بالقريه العالميه اربري وحنجرب اشهر دش لهالموسم لبشاك من القريه الايرانيه. يلا بلشي ريم. جايبين معنا صحن كمان. اوه هي بتجي مثل قمر الدين، فوقها دبس الرمان ورمان وحمضه وملح كمان. يلا اربع الكاميرا. شو حامضه كثير؟ خليني اجرب. ليكو ستيكي. واو 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 واو. ام دي طيبه. حمضه طيبه. محمد قلبنا بس. لافاشك لافاشك اصلا كنت لازم اجربها، خذيتها من عند القرية الإيرانية وأبسط كانت تمام. أول حبة للي تحبه، شايفين؟ حط شوية رمان. حامض؟ بعد مرة مع الرمان. أيوه وأخيراً لافاشك. الساعة 12 ونصف الليل، توني رادة من القرية وما بقدر انام اذا ما ذقته حرفيا. جايز هذا خذته من القرية الايرانية، غرقة غرقة صوت، بس انا طيحته كله برا فحاسبه. ريحته دبس رمان يعني، خلونا نذوق نقول بسم الله. وايد خايفة. اوه وايد احلى مما توقعت، بس عقب يجي الحامض. اول شيء سويت بس عقب حامض. طبعا اكيد جبت رمان عشان اجرب ويا الرمان ونقول بسم الله. اوكي ويا الرمان طر. اخر شيء يسوي وايد حامض. اوه اخر شيء يسوي وايد حامض حرفيا. حتى اذا انتم تحسون انه ما بيعيبكم بيعيبكم، وقولوا ما قالت. طعمه لذيذ. بعد مره مع الرمان. ايوه اخر لقمه عشان اقنعكم تيرون تجربونه. الحين فهمت الهبه وحين فهمت الادمان. يم حرفيا يم بدون مبالغة حرفيا لذيذ. 9/10 مني. سيروا جربوه في القرية الإيرانية متروس ورا عند اللي يبيعون ماي الورد وغيره. وبالعافية عليكم وتصبحون على خير. الحين أقدر أرقد. وأخيرا جبت لافاشاك. I am so excited to try this. إذا يتوسخوا I'm drooling. Oh my god. كتير حامضة.
No way. Guys. كثير حامضة. And the crunch of هيدا الشي رمان منشف I think. بيعقب. هاي كل علمي كله نوال بس لذت هاي دوم دبس رمين بعيد كتير صارت أطيب بس الدبس الرمين تبعنهم حامض أكتر من الإيراني Guys, oh my god. حمد قلبي. How do you recommend? Guys, it's so good. اي حدا ضاقه على تيك توك وقال انه منه طيبه It's tasteless او ما بحب القصص الحامضه هطلع لي حرقه بعد ما اكلها واو شوفوا شكلها عامل ازاي واخيرا جبت اللافاشاك اللي شفته في كل مكان على التيك توك جماعه انا مش قادره اعبر لكم عن حماسي يلا نجربه اوه ريحه ورق عنب او ماي جاد جماعه شكله يجنن ومليان صوص كده اتوقع ان ده دبس رمان بشوف ناس كتير بتغمسوا في الرمان الفريش فهو ده اللي انا هعمله واو شوفوا شكلها عامل ازاي اوكي وهغمسها بالرمان اوكي بسم الله او ماي جاد اوكي انا كنت فاكره ان الناس بتأفر وبتقول ان هو حامض بس حامض 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 بشكل مش طبيعي بس طعمه يجنن صراحة يستاهل الهبة وانا شخصيا حبيته جدا جدا هديله 1,000,000 من 10 لانه انا بحب الحوامض I'm obsessed انا بجد ممكن اخلص دي كلها لوحدي انا هاكل واحدة كمان يا جماعة واو حد يجي ياخدها مني بسرعة لافاشاك ترند الشيء الايراني الشيء الترند الايراني هيدي اكله ايرانيه واو بيقولوا رولابس مع دبس الرمان هاي هي خبصت كثير بس رح ذوقها بدك تذوقيها لا ذوقيها قبل شو طعمها هلا بقية مع رمان أول شي دبس الرمان كتير طاغي وماني قادرة حدد شو هي غير دبس الرمان شو طعم
متى رجعنا؟ هن قالوا فروت رول ابس مع دبس الرمان، بس اتس نوت فروت رول ابس، حسي تمر. حبيتيها ولا شو؟ انا قلت هلا بعيدي كل البعد عن الفروت رول ابس، بس كتير ساور مش شوي، وكتير دبس الرمان وكتير حامضة، بس طيبة تحطوا لها زيادة رمان، عرفتوا يعني خبصوها برمان. طيبة صراحة. لا ما بعرف، ما بتعرف اذا طيبة او لا. هلا كتة الرمان كترو لانه طيب، طيبة وبتحرص انكم تجربوها. لكل حدا عايش بالامارات وما عارف من وين بده يجيبهم، بتروح على القرية القرية العالمية الجلوبال فيليج بتلاقوها هونيك. قد ايه حقها؟ 50 درهم. 50 درهم. الترند اللي الكل جربه ولازم انا اجربه دامي اموت على اللواشك او اللافاشك. شوفوا وايد خاطري احطها في الصحن واعصر عليها ليمون. ترجع صور حلقة يوتيوب باي ذا واي. اعصر ليمون. الحموضة الحين شنو بتصير؟ رمان، احط عليها رمان، اغمسها رمان. ايوه جايز، ما اعرف شو اسوي. بسم الله. او ماي جاد، ها وايد حامض، مو طبيعية مو طبيعية. الحموضة كأني قاعد أكل دبس رمان. يخفف شوي. إيش رأيكم نعصر فوقه هاي الليكويد؟ لفاشك أو لواشك سائل. امبايا الله يرحمني، الله يرحم معدتي. ماي جاد، او ماي جاد. تجربونا اذا ما تقدرون على الحموضه.